وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الاتحاد الوطني الكردستاني دعا العبادي للموافقة على عودة البشمركة لكركوك، ما الذي يمنع العبادي من اتخاذ القرار برأيك؟ مساء الخير. طبعا الدعوة الحزبية لعودة قوات أو مسلحين تابعين لجهة معينة وحزب معين، نعم، هذه دعوة مرفوضة ليس فقط من قبل التحالف الدولي أو من قبل الحكومة الاتحادية، بل حتى من قبل حكومة إقليم كردستان، لأن أي تنسيق أو أي محاولة لوضع قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها أو القيام بعمليات مشتركة ضد مجاميع إرهابية تستغل بعض الثغرات، هذه أي تنسيق يجب أن يكون من خلال حكومة إقليم كردستان وليس من قبل الأحزاب. الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب الصفقة السياسية التي قام بها طبعا مجموعة من قيادات الاتحاد الوطني، كان باذل طالباني وأيضا لاهور طالباني وآلا طالباني، كان من بين يعني عرابي هذه الاتفاقية، وكان أوعزوا إلى قوات البيشمركة بالانسحاب من كركوك. طبعا كان بسبب ربما أهداف سياسية آنذاك، ولكن بعد ذلك أثر بدرجة كبيرة على شعبية الاتحاد الوطني، بحيث الآن نسمع بأنه من الممكن أن لا يحصلوا حتى على المقاعد البرلمان. نعم. وبالتالي كانت هناك دعوة من قبل الاتحاد الوطني إلى إيران للضغط على الحكومة الاتحادية، وأيضا إلى الحشد الشعبي أو بعض قيادات الحشد الشعبي التي كانت هي المسؤولة عن الاتفاق بين الاتحاد الوطني وهذه الجهات، أنه لا بد من عودة بيشمركة الاتحاد الوطني إلى كركوك. لكن صحيفة الحياة اللندنية تحدثت عن خلاف بين بغداد وأربيل بشأن آلية انتشار البيشمركة، ما أبعاد هذا الخلاف برأيكم؟ يعني الخلاف يتمثل كيف طبيعة القيادة المركزية لهذه القوات، هل ستكون قوات مشتركة يعني تحت قيادة الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة، أم إنها ستكون قيادة مشتركة؟ طبعا لحد الآن هذه في خلافات، لا ولكن لا أتصور بأنه سيشكل عائقا نحو أي اتفاق. ما ذكرتموه فيما يتعلق باللواء الأول واللواء الثاني يشكل من قبل الولايات المتحدة وهي جزء من منظومة قوات البيشمركة، من الممكن جدا عن الحديث أنه اعتبار هذه اللي هي نواة القوات المشتركة التي ستتشكل أو التي ستنتشر في المناطق المتنازع عليها إلى جهة القوات العراقية، وستكون هناك قيادة مركزية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. هذا متوقع، وحتى أن تصريح السيد حيدر العبادي قال بأنه لا مانع لدينا من جعل قوات البيشمركة يعني أو انتشار في المناطق المتنازع عليها أو بناء قوات مشتركة، لأن قوات البيشمركة جزء من منظومة الجيش العراقي. يعني من الممكن معالجة هذه المسألة بشكل فني وليس وإبعاد المسألة السياسية. ما يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني هي مطالبات سياسية وليست واقعية، أو ربما نستطيع القول بأنها ليست رسمية. النائب ريبور طه قال أو وصف عودة البيشمركة إلى كركوك وخانقي وتصخرماتو بأنها تضمن استتباب الأمن في تلك المناطق. يعني بحسب هذا الرأي، هل أنتم تتوافقون معه أم تختلفون معه؟ وما أسباب استتباب الأمن في عودة البيشمركة برأيكم؟ يعني النواب الاتحاد الوطني عندما يشيرون إلى هذه يعني يشيرون مسألة سياسية أكثر مما هي عملية، النقطة الأولى. المسألة الثانية بالتأكيد وجود القوات العراقية ليس فقط في طوس بورماتو وفي كركوك، بل في كافة المناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرة داعش، وخاصة في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة، ستؤثر بدرجة كبيرة على نتيجة التصويت وعلى حرية السكان في التصويت، باعتبار هذه قوات مسلحة
وليست قوات أمنية، باعتبار أن القوات الأمنية المدنية هي التي تحمي المدنيين داخل المدن، وهي تأتمر بأوامر القضاء والمحاكم، لكن القوات العسكرية تأتمر بأوامر القادة العسكريين، ونجد هناك فصائل، ونجد هناك الحشد العشائري، هؤلاء يأتمرون بأوامر قادتهم الحزبيين الذين يشاركون الآن في المعترك الانتخابي. وبالتالي هذه المخاوف لا تتعلق فقط بكركوك وطسطرمات، تتعلق بكافة المناطق الأخرى حتى في نينوى، وكما أشرنا الأنبار وصلاح الدين وديالة، ستكون النتائج ربما كارثية على المعارضين لسياسة الحكم في العراق والمشاركين الآن في العملية السياسية. طيب. وبالتأكيد ستكون النتائج لصالح من يؤيدون الحشد الشعبي ومن يؤيدون النظام الموجود الآن. ما الأنباء التي تتحدث عن أن ميليشيا الحشد تساوم النازحين في صلاح الدين مقابل عودتهم لمناطقهم، إلى أي مدى ترون أن وجود البشمركة سيمنع هذه المساومات؟ يعني بالتأكيد وجود قوات البشمركة وقوات المشتركة، باعتبار ستكون هذه القوات قوات احترافية، قوات مهمتها الأساسية الحفاظ على الأمن، ولن تكون هناك أي إيعاز من القيادات السياسية لتحديد ميولهم السياسية، أو على الأقل ابتزاز الأهالي فيما يتعلق بالتصويت لجهة معينة وعدم التصويت لجهة أخرى. ما نجده الآن هذه الفصائل، وهناك تقارير تؤكد أنه الفصائل تؤثر بدرجة كبيرة حتى على عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، باعتبار هناك ابتزاز، وهناك ابتزاز كبير، ابتزاز مادي، نعلم جيدا هناك ابتزاز مادي، وهناك ربما حتى يعني استغلال الوجود العسكري والفراغ الإداري الموجود في هذه المناطق في صلاح الدين، في ديالة، حتى في نينوى، بدرجة كبيرة على طبيعة عمل أو حتى النشاط المدني، النشاط التجاري والنشاط الاقتصادي في هذه المناطق. نعم. وكيف بالعمليه الانتخابيه، تصور بالنتيجه ستؤثر، يعني وجود هذه القوات او القوات المشتركه ستؤثر بدرجه كبيره على عوده الاستيطاب والاستقرار في هذه المناطق. استاذ العلوم السياسيه في جامعه صلاح الدين باربيل الدكتور عبد الحكيم خسرو كنت معنا، شكرا جزيلا لك.